وجهت محكمة أمريكية تهم الانخراط في أنشطة قرصنات ومهاجمة سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى 11 قرصانا صوماليا مشتبها بهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها قراصنة صوماليون مشتبه بهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم. ففي العام الماضي نقل مراهق صومالي إلى نيويورك لمواجهة تهم محاولة خطف سفينة أمريكية في المحيط الهندي.